شدد العميد طارق محمد عبد الله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية على ضرورة تعزيز اليقظة العالية والحس الأمني لمواجهة كل التحديات الأمنية في المناطق المحررة. جاء ذلك خلال لقائه مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض مع وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان لمناقشة الأوضاع الأمنية وجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمناطق المحررة. وأشاد نائب رئيس الجمهورية بجهود الوحدات الأمنية والشرطوية التابعة للوزارة في استتباب الأمن وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. بدوره استعرض وزير الداخلية مستجدات الأوضاع الأمنية وسير العمل في الإدارات الأمنية التابعة للوزارة والصعوبات التي تواجه سير عمل الإدارات الأمنية وسبل التغلب عليها. وقدم اللواء حيدان لنائب رئيس الجمهورية التهاني والتبريكات بمناسبة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، كما أكد التزام قيادة الوزارة ومنتسبيها بتنفيذ كافة التوجيهات والمهام الموكلة إليها والعمل على استتباب الأمن والاستقرار. امتداد لكل جمهوري وكل وطني وكل سبتمبري حر، ما هيش محصورة في 2 ديسمبر. احنا هنا في القاعة هذا بالذات به من يمثل مقاومة حجور، به من يمثل أبطال تهامها اللي قاوموا الحوثي أول ما دخل تهام، موجودين عندنا في هذا القاعة من رجال وقادة ألوية ومناضلين. فلا نحصر أنفسنا في الثاني من ديسمبر، هي تتويج لنضال الزعيم رحمة الله عليه والشهيد عارف.